السلامة يا رجل. وينك أبو عادل؟ زلمة شوف قديش الساعة. أخرتنا يا رجل. لا تأخذنيش في الطريق كانت صعبة شوي. اسمع يعني أنا مش فريقي بس أبدأ تزبط مكان. أنا لقيت المحل ما عليك إلا تزبط حيلك. ماشي طيب هيك ها يلا. اسمع المحل لو يعني لو قنبلة فجر جوا بنسمعش الصوت. حلو انت وما رجلك توكلنا على الله ونعم بالله. يلا يلا وراي. عمو عادل اسمعني كويس وركز معي من شان الله. مركز لي ساعة بستناك برا. هذا اول اشي انت اخرتني مش مشكلة بيه. انا مسلمك انا مش فريقي لحد ما دبرت هذا المحل. حلو المحل دبرته صوت اطلع بطلعش صوت يعني بتضل تصيح لما تدوق بطلعش صوت. حلو. كويس حلو هذا حلو. جبت كل العدة كل شيء موجود هون كل العدة معاك كلها مرتب امورك كلها ومحضر لك شغل كل عجوة كل ثقة نافش ريشك مظبط امورك فاهم وشو يا ربي تدخل جوا في غرف بتشلح وبتحط حالك خالص. يلا يلا اجلك. اللهم اني داع فامنوا. اللهم ائتنا بالنصر من عند فرنسا. اللهم اشدد على ايدي البريطان واليونان. اللهم انصر الطليان وابعث لنا بجيوش جرارة بقيادة الأمريكان. اللهم إن ألمانيا والفرنجة تعلم بحالنا وإن حالنا لا يخفى عليك يا رب العالمين. اللهم أدم لنا الإمارات وقطر وابعد عنهما كل خطر ما خطر بالبال وما بالبال ما خطر. اللهم انصرنا بإخواننا غير الأشقاء في أوروبا وفي أمريكا الشمالية وفي أستراليا. اللهم لا تشمت الدول العربية والإسلامية فينا فإن فينا منها ما يكفينا. وابعث لنا قائدا من الناتو يقيم العدل والسلام والإنصاف في الأرض يا أكرم الأكرمين. وأنت يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة يرحمني ويرحمك الله. ها كيف؟ ممتاز ممتاز يا عم أبو عادل ممتاز. بس إلي عليك مأخذ. شو؟ يعني اليابان والصين مش موجودين والصين دولة عظمى صح ولا لا؟ الصين تحديدا بيزعلوا علينا وتطور التكنولوجيا بعدين شو بصير في الدنيا؟ انت لو زبطت الخطبة ودحشتك كم من دولة إفريقية شو بصير؟ والله هذا فتتني مثلا ساحل العاج نيجيريا وزيمبابوي وساحل العاج مثلا وبرشلونة مهمة لا برشلونة أبو عادل أبو عادل أبو عادل كل شيء عجبني بخطبتك كل شيء عربك لفظك طلتك كاريزماتك حلو احلى في شيء فيك كاريزماتك يعني انت طيرت عقلي بدي اياك تكون جاهز قدام الناس ليش نخسرت عند امريكا الجنوبيه بنما وهذول البرازيل فاهم علي حلو بعدين بفكر وبعتقد انه انت لو بتزق لك هيك دوله عربيه واسلاميه بنفس الوقت بس تكون صغيره هيك يا دوب مبينه جزر القمر مثلا جزر القمر عشان الدول الكبيره تغار منها يعني مثلا ممكن اقول اللهم ائتنا بالعون من جزر القمر لتزهو الحياه ويطول العمر كيف حبيبي عليك هيك انت ممتاز هلأ شو بدي منك بدي تسحب حالك وتروح تروح شو بدك تسوي اول اشي بتروح بتشلح وبتجي نسحب حالنا بنروح على خالتي ام عادل بتقولها غلي لي كاسة ميرامية مع 15 معلقة سكر كويس وبتضل تعيد وتزيد بالخطبة 10 مرات 15 مرة 20 مرة مش مشكلة عشان تكون جاهز لأنه لجنة التوظيف يمكن تخدعك تقول لك ارتجل لنا خطبة انت بتكون جاهز على الجهتين قراءة وارتجالا كويس كويس يلا الله يسهل عليك يا رب هد هالعريش يلا يسعدك هيك انت هيك أبيض والله هذا. والله أبيض توكل ونعم بالله يا رب وإن شاء الله رب العالمين الوظيفة من نصيبك إن شاء الله وإلك أحلى حلوين بس بأنه جامع بدك مش مهم أي جامع خلاص بنشوف لك الجامع ده بطارق تنزله سحسلي بيبقى أحسن أحسن وأحسن كمان يلا طير وإلك أحلى حلوين طير توكل على الله توكل على الله